مكفوفا برعاية الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، عاد حضرة صاحب الجلالة مولانا السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه إلى أرض الوطن العزيز مساء هذا اليوم، مكللا بفضل الله ومشيئته بتمام الصحة والعافية. صوت للنهضة نادى، حب جمعا وفرادا، قابوس للمجد تبادى، ابنوا معه الأمجادا. أيها الشعب، سأعمل بأسرع ما يمكن لجعلكم تعيشون سعداء لمستقبل أفضل، وعلى كل واحد منكم المساعدة في هذا الواجب. كانت عمان بالأمس في ظلام، ولكن بعون الله غدا سيشرق فجر جديد على عمان وأهلها.